احتفلت سفارة سلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني 53 المجيد. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة العربية السعودية حفل استقبال حضره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين والنخب الإعلامية والاقتصادية. هذه طبعا تعتبر مناسبة غالية، ونستغل ونستفيد من هذه المناسبة أن نعرج على جوانب مختلفة من المقومات التاريخية والثقافية والطبيعية في سلطنة عمان، وكذلك نعرج على كل ما تم إنجازه خلال هذا العام 2023 من اجتماعات ولقاءات وفعاليات مختلفة، فهي تظاهرة بمعنى وطنية وملحمة وطنية كذلك نحتفي بها ومن خلالها مع أشقائنا وزملائنا وأخواننا على هذه الأرض الطيبة، ونسأل الله التوفيق بإذن الله، ونتطلع كذلك لعام قادم بإذن الله مليء وزاخر بإذن الله بالإنجازات بإذن الله تعالى. الاحتفال والحضور الكثيف من قبل المشاركين يؤكد على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين. نهنئ جلالة السلطان هيثم بن طارق في هذا اليوم الوطني 53 لسلطنة عمان، كذلك نهنئ جميع الشعب العماني بهذا اليوم المجيد، نسأل الله أن يديم عليهم الأمن والأمان والازدهار الدائم. العلاقة السعودية العمانية في عدة مجالات، وأتكلم عن مجال الصحي خاصة، نعمل نحن مع وزراء الصحة في دول مجلس التعاون وكذلك بين السلطنة والمملكة العربية في عدة مجالات في عملية التحول في القطاع الصحي في سلطنة عمان. هناك تشابه كبير بين القطاع الصحي بين السلطنة والمملكة العربية السعودية من حيث التوزع الجغرافي وعدد والنمط المعيشي في جميع البلدين. وخلال الحفل شاهد الحضور عرضا مرئيا عن محافظة ظفار والمقومات السياحية والاقتصادية فيها وما تضمه من مناظر طبيعية جاذبة. وفي نهاية الحفل تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض هدية تذكارية من صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة العربية السعودية. العلاقات السعودية العمانية راسخة عبر التاريخ، يجمعهما مصير واحد وثقافة مشتركة. خالد الخضيري، تلفزيون سلطنة عمان، الرياض.